نبدأ الآن بإذن الله تعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد بالقسم الثامن، الأسماء والصفات. إذا أردت أن تكون على طريقة أهل السنة والجماعة، أسأل الله يعني ويرضى منهم في الأسماء والصفات، ماذا تصنع؟ تمشي على ثلاث آيات. هذا يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أبواب البيان، يقول الأول إثبات، الدليل وهو السميع البصير، الثاني تنزه الله عن مماثلة الخلق والدليل ليس كمثل شيء، الثالث المعاني المعلومة والكيفية علمه عند الله والسر عنها بدعة والدليل ولا يحطون به علم، جمعت في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. هل الاستواء معلوم؟ يعني معلوم المعنى، فعندما يكتب أهل السنة معنى الاستواء العلوم هذا معنى، لكن الكيفية نؤمن أن لله كيفية لنفسه سبحانه وتعالى، لكن هذه الكيفية لا نعلم والسر عنها بدعة، إثبات والتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علمه عند الله والسر عنها بدعة. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه، أي في الكتاب والسنة فقط، لا يوجد عندنا إثبات الأسماء والصفات إلا من الكتاب والسنة. نعم العقل لا يمكن أن يأتي عقل إلا ولا بد أن يثبت لله من حيث العموم كل صفة كمال، ما يمكن يكون الخالق إلا كامل. نعم وينزه الله عن كل صفة نقصه، لكن من حيث التفصيل لا مدخل للعقل في باب الأسماء والصفات كتاب والسنة، والعقل الصحيح السليم الباقع الفطرة لا بد يوافق النقل، درء تعارض العقل والنقل كتابا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك بإثبات مثبت، وذلك بإثبات ما أثبت الله نفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي كل ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام مع إثبات كمال الظلم. نقول نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. نعم وذلك بإثبات ما أثبت نفسه ونفى ما نفى عن نفسه من غير تحريف لا ننحل ولا تعطيل، ما نعطل ولا تكليف، لا تقول كيف ولا تمثيل، تسير على هذه الطريقة فأنت على طريقة أهل السنة والجماعة، صلى الله عليه وسلم منهم. نعم.